مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدرستي. معكم أنا الأنسة بترا، وأنا معلمتكم للغة العربية. اليوم أصدقائي عندي لكم قصص كتير تنعملها بحصتنا. رح عنا درس قواعد، رح نراجع كمان حرف. لكن هلأ بدي منكم إنكم تستمعوا لأغنية وتحضروا دفتركم وقلمكم، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. وديع رفيق أمين، يتعب طوال النهار ويبقى مطيع. أهتم به لا أتعبه، أحبه لا أضربه. حمار الوديع رفيق أمين، يتعب طوال النهار ويبقى مطيع. حماري يسر الجميع. ومثل ما وعدتكم أصدقائي بدنا نعمل مراجعة لحرف، لكن اليوم ما عنا حرف واحد، عنا حرفين. حرف شفناه بالحلقة السابقة وتعلمناه وشفناه مع كلمات، وحرف شايفينه كتير بحلقات سابقة. خلينا نرجع نشوفهم سوا، اللي هن حرف الظاء وحرف الغين. ظاء منقله ظه، وغين منقله غ. خلينا نكتبهم على اللوح. رح أبدأ مع حرف الظاء لأنه نحنا شفناه وصار كتير سهل علينا. حرف الظاء رح أكتبه هون، ظاء مع نقطة ومنقله ظه مع الأصوات القصيرة. ظاء مع فتحة ظ. بدنا نعرض صوتنا دايما لما نشوف حرف الظاء، ظ. ظاء مع ضمة ظ، وظاء مع كسرة ظ مع الأصوات الطويلة. ظاء مع ألف ونقطة ظاء. ظاء مع واو ظو، وظاء مع ياء ظي. هلأ عنا حرف الغين. تتذكروا كيف منكتب حرف الغين؟ تذكرتوا؟ خلينا نكتبه سوا. نرسم حفرة صغيرة أو نصف دائرة، بيتصل بالنصف دائرة. نصف دائرة كتير كبيرة أو حفرة كتير كبيرة، فينا نقول حفرة صغيرة وحفرة كتير كبيرة. لكن هيدي منقل عين، هيدا الحرف منقل له عين. لما منوضع نقطة بيصير حرف الغين، منقل له غ. ونحن لما نغني الولد أو طفل كتير صغير من قله غ، فذكروه، وهالشي بيساعدنا تنلفظ حرف الغ، غين. مع الأصوات القصيرة غين، ما نصغر الحفرة، أول حفرة بتكون صغيرة. غين مع فتحة غ. غين مع ضمة غو، وغين ما كسرة غي. غ غو غي مع الأصوات الطويلة. الأصوات الطويلة رح أكتبها هون أصدقائي، لأنه لما نكتبها ما لازم تتصل بغير أحرف. عنا أول صوت طويل هو الألف، يعني غين مع ألف غ. حرف الغين بتغير شكله مع الأصوات الطويلة، أو فينا نقول لما بيتصل بحرف. نرسم فقط نصف دائرة أو حفرة صغيرة، وما لازم ننسى أبدا النقطة. إذا غين مع ألف غ. غين
مع واو. غو، كتبت أنا بشكل صحيح؟ كلا، هيدي بتصير عو. لما أوضع النقطة بتصير غو. وآخر صوت طويل عنا هو الياء. غين مع ياء غي. ركزتوا عليهم؟ كتبتون ودونتون على دفتركن؟ هلأ صار فينا ننتقل لتمريننا. عندي صور بهالتمرين، ومثل ما بالعادة كل صورة بتدل على كلمة، لكن هالكلمات ما فيها فقط حرف الضاء وفيها حرف الغين، يعني نتعرف على أشكال، عفوا نتعرف على أشكال فقط حرف الضاء. رح نتعرف على أشكال حرف الضاء وحرف الغين بقلب الكلمات. خلينا نبدأ مع أول صورة. منلاحظ عنا بنت، فتاة، وعنا لون أخضر، مش أخضر، أخضر عشب لونه أخضر. لكن هون لما منلاحظ في خيال، والخيال منقله ظل، عم شد على حرف اللام يعني في شدة. نكتب ظل. رح استعمل لون الأزرق لحرف الضاء واللون الزهري لحرف الغين. انتو فيكن تستعملوا لون اللي بتحبوا أصدقائي. حرف الضاء رح نرسم دائرة حوله، وعنا ياه عنا أول شكل إلو اللي هو متصل من جهة واحدة. تاني صورة عنا حيوان، هو طائر. جوانحه كتير كبار ولونه أسود، ونحنا شفناه بالحلقات السابقة. شو اسمه هالحيوان؟ شو اسمه هالطائر؟ غراب، مش خو، غراب. غراب. حرف الغين في أول الكلمة، أيضا مثل حرف الضاء في أول الكلمة، بيتصل من جهة واحدة. ثالث حيوان عنا هو شكله مثل شكل الغزال، لكن عنده قرون أصدقائي، ومنقول له ظبي. ظبي. بكلمة ظبي حرف الظاء في أول الكلمة، مثل كلمة ظل، متصل من جهة واحدة. رابع صورة، ممكن تشوفوه أصدقائي عصفور، لكن هيدا الطير هو لما نحكي أوقات بيرد علينا بكلمات، يعني بيحفظ كلمات بيحفظ أصوات، ومنقول له ببغاء. 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 حرف الغين في وسط الكلمة، وهيدا شكل بدي منكن أصدقائي تتعلموا ما تنسوا أبدا. قلنا نحن حرف الغين كحرف منفرد بيكون على هالشكل، حفرة صغيرة تتصل فيها حفرة كتير كبيرة. لما نكتبه منصير نرسم فقط حفرة صغيرة، هيدا إذا اتصل بحرف واحد. أما لما يكون في وسط الكلمة بيتصل من جهتين، نحن كيف منرسمه؟ نرسم خط، مثلث مقلوب، خط تاني، ونقطة، وهيك بيصير حرف الغين متصل من جهتين. كتير سهل، هيدا فقط الشكل بتشوفوه في وسط الكلمة. عندي صورة خامسة إلكن. نحن بالحلقة السابقة قلنا عن هيدا الشغلة، هي بتحمينا من أشعة الشمس، ولما تمطر الدنيا أو تشتت الدنيا أيضا تحمينا من المي. وشو منقلها؟ مي ظل. مي ظل. والمي ظل فيها حرف الظاء، حرف الظاء في وسط الكلمة، فينا نزيدها هون. ظاء في وسط الكلمة متصل من جهتين. وآخر صورة عنا إياها هو هالحيوان اللي كتير 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 سريع وكتير حلو، منقله غزال. عم نسمع
حرف الغين. غ ز ل. حرف الغين في أول الكلمة يعني متصل من جهة واحدة مثل كلمة غراب. إذا أصدقائي بفقرتنا نحن منكون شفنا شكلين لحرف الظاء، في أول الكلمة متصل من جهة واحدة وفي وسط الكلمة متصل من جهتين. وشفنا أيضا أشكال لحرف الغين، غين في أول الكلمة متصل من جهة واحدة وغين في وسط الكلمة، وشفنا كيف شكله بيتغير متصل من جهتين يعني مادة إيتين. هلأ بدي منكم ضلكم مركزين معي وأنا بلاقيكم بآخر فقرة. ظل. ظبي. ببغاء. غسالة. وبرجع معكم أصدقائي بآخر فقرة من حصتنا. مثل ما قلت لكم بالمقدمة بأول حصتنا إنه عنا درس قواعد. اليوم القواعد رح نحكي فيه عن المفرد، المثنى والجمع. كترت كتير القصص عليكم صح؟ رح يكونوا كتير سهلين. ليه؟ لأنه رح أكتبهم على اللوح. مفرد هي كل كلمة إنسان، حيوان، شيء بتدل على شغلة واحدة، مثل لوح عم نحكي على لوح واحد، قلم عم نحكي عن قلم واحد، فتاة واحدة، حيوان مثل كلب أيضا بدلوا على المفرد لأنه عم نحكي عن شغلة واحدة. إذا رح أكتب أمثلة: فتاة، كلب، رح أقول أيضا قلم. هيدا المفرد. بس تفكروا بالمفرد فكروا أنه عم نحكي بشغلة واحدة عن شخص واحد. عنا المثنى، هن بيجوا ورا بعض. المثنى لما نحكي عن اثنين يعني شغلتين، فينا نحكي عن أشخاص، عن حيوانات، عن أشياء. مثل إذا قلنا كلب بتصير كلبان. كلبان يعني كلبين، كلب واحد مفرد، لما زيد عليهم كلب واحد أيضا زيادة بيصير مثنى منقول كلبان. فينا نقول أيضا لوحان. لوحان يعني هيدا لوح واحد، لما يصيروا اثنين منقلن لوحان. عنا الجمع، آخر شي رح نتعلمه هو الجمع. والجمع هي كلمته بتدل عليه، لما نحكي عن ثلاث أشياء وأكثر منصير نحكي عن الجمع. والجمع يعني عدد كتير 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 كبير. مثل فينا نقول تلاميذ. لما منقول تلميذ منقول مفرد. تلميذان يعني اثنين بيصير مثنى. بالجمع تلاميذ. رح تفهمون أكتر أصدقائي للمفرد المثنى والجمع بالتمارين اللي أنا عندي إياها لكم على اللوح. رح استعمل اللون الأصفر. أنتوا استعملوا أصدقائي اللون اللي بتحبوه إذا دونتوا تمرين عندكم على الدفتر. سؤالنا بيقول أربط المفرد بالجمع. قلنا المفرد يعني شغلة واحدة، الجمع يعني كتير.
خلينا نقرأ الكلمات. قلم، لوحة، تلميذ، كتاب، معلمة. منلاحظ إنه هون المفرد، يعني لأنه عم نحكي عن معلمة، عم نحكي عن كتاب واحد، لوحة وحدة. بالمقابل عنا لوحات، أقلام، كتب، معلمات، تلاميذ، يعني عم نحكي عن كتير بالجمع. قلم جمع أقلام، قلم أقلام. لوحة، لوحة وحدة شو جمعة؟ لوحات، يعني كتير لوحات عنا. تلميذ، يلا أصدقائي إذا عنا تلميذ بين هالكلمات شو بتصير؟ تلاميذ. إذا جمع تلميذ تلاميذ. كتاب، كتاب واحد جمعه كتب. ومعلمة، يعني أنا معلمة. الجمع يعني لما نجتمع أنا معلمتكن شمس ومعلمتكن جريس، نحن منصير ثلاثة، منصير معلمات، منصير بالجمع. سهل، لكن هلأ خلينا ننتقل لتمريننا التالي، وهيك منركز أكتر ومنحفظ أكتر ومنعرف فرق بين المفرد والمثنى والجمع أكتر. وبيقول تمريننا صنف الكلمات داخل الجدول. عندي جدول لألكن، مفرد، مثنى، جمع، وعندي كلمات، وهالكلمات منا نوضعها. العصافير مثلا، عصافير عم نحكي عن كتير عصافير، وين منكتبها؟ هل منكتبها بالمثنى؟ لا، لأنه إحنا ما منحكي عن عصفورين، عم نحكي عن كتير عصافير، يعني منوضعها بالجمع. عصافير. وهيك أصدقائي الكلمات كلها، كل كلمة ما نحاول نحطها يا بالمفرد يا بالمثنى يا بالجمع. رح أقرأ تاني كلمة، كتاب. كتاب عم بحكي عن كتاب واحد، وين بوضعه يلا أصدقائي؟ هل بحطه بالمثنى؟ كلا. جمع أيضا كلا، لأنه أنا عندي كتاب واحد يعني مفرد، إذا بوضع الكتاب بخانة المفرد، كتاب، وبشخط كلمة كتاب. معلمتان، عم بحكي عن معلمتين، مش معلمات ولا معلمة، معلمتان، إذا بوضع بالمثنى لأنه المثنى هو فقط بدل على اثنين. معلمتان. أقلام، أقلام هي بتدل على قلم. قلم نحكي عن مفرد، قلمان عن اثنين، أقلام يعني كتير أقلام، نحن بنستعملهم بمدرستي وأنتم بتستعملون أيضا أصدقائي تدونوا على دفتركم. كل اللي عم نقوله هو بالجمع لأنه كتير عنا أقلام، عنا أقلام، ونشخط كلمة أقلام. عاملون، عامل واحد، عاملان اثنان، عاملون أو فينا نقول عمال بالجمع، إذا عاملون. هلا أنتوا ساعدوني. علبتان، علبتان، شو عم تشوفوا حتى أنا على أصابيعي وأي إشارة عطيتكن؟ علبتان يعني اثنين، واثنين يعني وين منحطها؟ بالمثنى. علبتان. مجتهدين انتو كتير اصدقائي. يلا اخر كلمة، كلب. كلب
على شو عطتكن؟ إشارة الواحد، يعني عم بحكي عن كلب واحد. وين بحطه؟ أنا بقول بالجمع. كلا بالمفرد، كلب مفرد. هيك نحن منكون كل الكلمات حطيناهن بالجدول، منكون عرفنا شو الفرق بين المفرد المثنى والجمع. انتو حفظتوهن؟ ركزتوا عليهم منيح ودونتون؟ رح ارجع فسركن لآخر مرة قبل ما تنتهي حصتنا. المفرد هو كل شيء بدل شيء، حيوان، إنسان، لكن على فقط واحد، يعني شخص واحد، حيوان واحد، شيء واحد، مثل كتاب. المثنى هو أيضا فينا نستعمل الإنسان والحيوان والأشياء، لكن شغلتين فقط، اثنين. دايما بتلاحظوا في علامة اثنين، وهيدا منقله مثنى، مثل معلمتان، علبتان، اثنين. بالجمع لما أنا حط ثلاثة وأكثر بكتير من ثلاثة، ساعتها منقله جمع، أيضا إنسان، حيوان، وشيء، مثل عصافير، يعني كتير كتار. حفظتون؟ هلأ أنا صار وقت أني ودعكن، بتمنى أن تكونوا معي استفدتوا بهالحصة، وأنا بلاقيكن بحصة جديدة. إلى اللقاء. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل يدي، وهذا فرد، لا أرمي الزبالة على الأرض. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أسناني قوية، بيضاء نقية، أغسل أسناني وتصبح حديدية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل وجهي، شعري، وعيني، أسمع صوت العصافير حولي، أمشط شعري بالفرشاة، وأحب الحياة. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب.